المغرب هي عندها تو تاريخ عندها 2600 عام. اي اما يقولوا حجره كبيره من القدس، والحجره هاكي هادي البيض وكي بنحلوها احنا كوقت وقت الزياره وقت البرغينات في ماي. تفضل. مرحبا بك. تفضل خويا. مرحبا بك. هو كان كيما الصلاح نقولوا صغيره، معبد صغير، وكا ماشي ويكبر ماشي ويكبر، ديما نصلحوا ديما البني ديما راهو كل معبد ديني مستحافظين عليه اكثر من هذا. بلاصه وين يقعد فيها الربي احنا نقولوا نهار السبت. نهار السبت نجي ولا نصلوا ولا في العيد. يوتو في جربة تما نقول لك ما يقرب 1400 يهودي في تونس. اما تونس كيف تقول 2000 يهودي؟ انت عايش اليهود ما بين المسلمين وفي جربة عايشين وخيان. ما عندنا حتى مشاكل. نصبح علي صبح علي ونخدموا حتى مع بعضنا. ما حتى مشاكل. حتى اللي يخرج من جربة كان اللي جويف حتى اللي هو جويف كان اللي هو ما عندوش خدمة راهو. وما يلقاش خير من تونس راهو. الصباح نقول ديما نقول فيها راهو. ساعات يقول لك الصباح ما تجيش ولا تسير راهو الحمد لله برك الأزمة الكورونا هي اللي قاعد تخلي في كمستمر كورونا ما يستغلوش على تونس راهو. نحن الآن في جامع الشيخ، الجامع المركزي للإباضية في جزيرة جربة. جامع هذا تأسس منذ 4 قرون تقريبا، أدخلت عليه بعض التحسينات، وأكثر من النصف من المصلين عموما هم من إخوتنا المالكية في هذا المسجد الإباضي، وهذا أكبر دليل على أننا لا نعيش أي تفرقة في هذا المجال الديني. المذهب الإباضي يعد من أول أو المذاهب الإسلامية، لأنه إمامه الإمام جابر بن زيد ولد سنة 23 للهجرة وتوفي سنة 93، وبقية الأئمة للمذاهب الإسلامية جاءوا بعد ذلك كالمذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، فمعروف أن من الناحية التاريخية جاءوا بعد هذا المذهب. ما الذي يميز هذا المذهب ربما عن غيره من المذاهب الإسلامية؟ الدكتور المرابط الكتاب اللي عمله على مساجد جربة إيش قال؟ قال مساجد جربة ساجدة لربها. كانت مساجد حتى تحت الأرض تعيش وكأنك في عالم آخر، وهذه تو ربما تشوفوها كان زرتوا حول جزيرة جربة، يعني مساجدها فعلا غير موجودة ربما في العالم ككل، من حيث تواضعها، من حيث بساطتها، من حيث الطلاء الأبيض بتلقى كان الأبيض البياض الناصع. هذا كله يزيد المؤمن خشوعا، يدخل كأنه في كهف في كذا، سيعتزل ما هو خارجي ليعيش ولو للحظات العبادة الحقيقية الروحية على مستوى العلاقة بين الإنسان وربه، ثم من بعد ينصرف إلى عمله إلى شغله إلى غيره. اليوم ثم قرى عند الأغلبية الأمازيغية، مثلا قلال احنا اللي احنا فيها أغلبية إن لم نقل كلها أمازيغية. احنا حاليا في جامع اسمه سيدياتي بقلالة. قلالة هي قرية معناتها تعتبر من معاقل الأمازيغية بجربة، من أقدم القرى الأمازيغية. اخترنا الجامع هذا لخاطر ما تجسد برشا برشا خصائص بين ويجمع بين المذهب الأباضي وبين الأمازيغية. كما تشوفوا معناتها يتميز الجامع هذا بعمارة بسيطة جدا. العمارة البسيطة عندها برشا معطيات وبرشا معناتها أسباب، لعل من أهمها ما ننسوش أن الجزر قديما معناتها كانت لابد ان تعيش على معناتها مقدراتها الذاتيه فقط. الربط بين الجزيره والقاره كان صعب جدا بطريقه معناتها مش ممكن باش تستورد مواد من الخارج،
وثانيا البعد الأمني. الجوامع كانت تقع نقول في الثغور، وكان عند البعد الأمني فقط، ما كانش عند البعد الديني، تقع على إذن الساحة، وكان دورها مراقبة، معناتها وقت تشوف الخطر قادم من الخارج تعلم الداخل باش إذن يحتار، وهذا الإعلام كان يتم بإشعال النار. الإبداع تاع سكان الجزيرة، سكان جربة وسكان جوزب في العامة، كيفاش معناتها حاولوا يستغلوا الفضاء نتاعهم والأمناجمون دو تيريتوار بالقدرات والإمكانيات المتوفرة. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب المؤمنة المجتمعة الآن قد اجتمعت على محبتك يا رب العالمين، وتعاهدت على نصرة دينك وشريعتك يا أرحم الراحمين. وفق اللهم رابطتها، أدم ودها، اهدها سبلها، املأها بنورك الذي لا يخبو يا أرحم الراحمين. وفقنا لطاعتك، واستعملنا في مرضاتك، ولا تخالف بنا عن طريقك، ألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين.